بحب المصطفى العدنان هي الحلقات جرح الفضل بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسأل من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رجب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوتت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا ربي وحمني، وخذ بيدي يمن نجد وتأدفي. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، مرحبا بكم جميعا في دروس اللغة العربية الأجرومية التحفة السنية بشرح الأجرومية. وصلنا إلى نيابة الواو عن الضمة. قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وزمالي. يعني أن الواو تكون علامة للرفع في موضعين اثنين، جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، والموضع الثاني الأسماء الخمسة. أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، اسم دل على أكثر من اثنين، لا بد من اثنين فقط، ليس اثنتين كما كان هنالك، لا، هنا لا بد من اثنين، دل على اكثر من اثنين بزيادة في اخره، صالح للتجريد، يعني هذه الزيادة صالح لان تجرد عن هذه الكلمة، صالح لان تجرد عن هذه الزيادة. وعد في مثله عليه، وعد في مثل علينا، وفرح المخلفون لكن الراسخون في العلم، ولو كره المجرمون، ان يكن منكم 20 صابرون واخرون اعترفوا. فكل من المخلفون والراسخون والمجرمون صابرون وآخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين، وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة. إن شئت تهزف هذه الزيادة: ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر. وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواجد في هذه الآيات مرفوعة، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن النون عن التنوين في قولك مخلف، يعني أن النون الموجودة بعد واو جمع ذكر السالم النون الموجودة تقول مخلفون مسلمون مؤمنون، هذه النون نائبة عن النون التي كانت موجودة في المفرد، النون التي كانت موجودة في المفرد مخلف مؤمن مسلم، هذه النون ناب عنها النون الموجود بعد الواو. هذا فيما يخص جمع المذكر السالم. وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وزمال، ويترفع بالواو نيابة عن الضمة، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول حضر أبوك وأخوك وحموك وندق فوك وزمال، وكذا تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح. وقال الله تعالى: وأبونا شيخ كبير من حيث أمرهم أبوهم، وإنه لذو علم، إني أنا أخوك. كل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. وأعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، يعني شرط إعراب الأسماء الخمسة بهذا الإعراب الذي هو نيابة الواو عن الضمة. وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها، ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط، يعني شروط جميع شروط الأسماء الخمسة أربعة أشياء. الشرط الأول أن تكون مفردة، يعني أن تكون مفردة، أن تكون ألا تكون مسنا ولا جمعا. والثاني أن تكون مكبرة، ألا تكون مصغرة. والثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، ألا تضاف إلى ياء المتكلم. فخرج باشتراج الإفراد ما لو كانت مسناة أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت جمع تكسير أوربت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء يربون أبنائهم، الآباء مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه جمع، وتقول إخوانك يدك التي تبدش بها، إخوانك مرفوع بالضمة لأنه جمع. وقال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم مرفوع بالضمة، إنما المؤمنون مرفوع بالضمة، إنما المؤمنون إخوة، إخوة مرفوع بالضمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا منصوب بالفتحة. ولو كانت مسناة أوربت إعراب المسنة بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا، تقول أبواك ربياك، وتقول تأدب في حضرة أبويك. وقال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش فأصله بين أخويكم. ولو كانت مجموعة جمع مذكر
مثل سالما رفعت بالواو على ما تقدم تكون مرفوعة بالواو ونصبت وجرت بالياء وتقول هؤلاء أبونا وأخونا وتقول رأيت أبينا وأخينا ولم يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب والأخ يعني الأب والأخ هما الذين يجمعان جمع مذكر سالم وكان القياس يقتدي ألا يجمع شيء من هذا الجمع لأن حتى أب وأخ غير مستوفي لشروط جمع المذكر السالم وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة إذا كانت مصغرة لا تورب هذا الإعراب فإن هنا إذن تورب بالحركات تقول هذا أبي وأخي ورأيت أبي وأخي وتقول مررت بأبي وأخي وخرج باشتراط أن تكون مضافة أن تكون مضافة ما لو كانت مبتدئة عن الإضافة فإنها تورب هنا إذن بالحركات الظاهرة أيضا تقول هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب وكذا الباقي وقال الله تعالى امرأة وله أخ أو أخت إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال أتوني بأخ لكم من أبيكم إن له أبا شيخا كبيرا وخرج باشتراط أن تكون إضافة لغير ياء المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإن هنا إذن تؤرب بحركات مبدرة على ما قبل ياء المتكلم منام زور اشتغال المحل بحركة المناسبة تقول حضر أبي وأخي وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر وتقول أن أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر وقال الله تعالى إن هذا أخي أنا يوسف وهذا أخي فألقوه على وجه أبي وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة فوك لا تورب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم فإن اتصلت بها الميم وأوربت بالحركات الظاهرة تقول هذا فم حسن ورأيت فما حسن ونظرت إلى فم حسن وهذا شر زائل في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها ومنها أن كلمة ذو لا تورب هذا الإعراب إلا بشرطين أن تكون بمعنى صاحب وأن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس وظاهر وغير وصف فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية ومثالها غير موصولة قول أبي الديب المتنبي ذو الأجل يشقى في النعيم بأجله وأخو الجهالة في الشقابة ينعمه وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوص على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها وبذلك يكون قد انتهى من درس اليوم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم نيابة الألف عن الضمة نحن اليوم في الدرس الذي يكون فيه الألف نيابة عن الضمة قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة الألف تكون علامة للرفع في مكان واحد وهو المثنى وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى نحو حضر الصديقان فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة والنون يود عن التنوين في قولك الصديق وهو الاسم المفرد والمثنى مثنى تعريف المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف نحو أقبل الأمران والهندان فالأمران لفظ دل على اثنين اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره وهذه الزيادة هي الألف والنون وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرار الاسم بحيث تقول حضر عمر وعمر وكذلك الهندان فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمان اسمها هند وسبب دلالته على هذا على ذلك زيادة الألف والنون في المثال وجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرار الاسم بحيث تقول حضرت هند وهند في تعريف المثنى ذكر أن المثنى هو كل اسم دل على اثنين يدل على اثنين من الرجال أو اثنتين ولا اثنتين من النساء إذن المثنى لا فرق فيه بين الرجال والنساء كلاهما يكون مرفوعا بالألف أغنت هذه الزيادة عن الألف والمعطوف نحو أقبل الأمران والهندان فالأمران لفظ دال على اثنين كل اسم واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره وهذه الزيادة هي الألف والنون ويتغني عن الإتيان بواو الألف وتكرار الاسم بحيث تقول حضر عمر وعمر بدلا من أن تقول حضر عمر وعمر تقول حضر الأمران ويتغني عن الإتيان بواو الألف وتكرار الاسم وكذلك الهندان فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند وسبب الجلالة على ذلك زيادة الألف والنون في المثال وجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو الألف وتكرار الاسم بحيث تقول حضرة هند وهند بدلا من أن تقول حضرة هند وهند تقول حضر الهندان إذن الألف يكون علامة للرفع في موضع واحد فقط وهو الاسم المثنى وبذلك يكون قد انتهى من درس اليوم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة النون عن الضمة إخواني المشاهدين يتكلم اليوم عن نيابة النون عن الضمة قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة النون تكون علامة للرفع في واحد من ثلاثة مواضع الألف فعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة باختصار في الأفعال الخمس
وأقول تكون النون نون بك يكون تكون النون علامة على أن الكلمة التي في آخرها هي مرفوعة في موضع واحد، وهي الفيل المضارع المسند إلى ألف اثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو الجماعة الذكوري أو المسند إلى ياء المخاطبة ياء المؤنث المخاطبة. أما المسند إلى ألف الاثنين فنهو الصديقان يسافران غدا، ونهو أنتما تسافران غدا، فقولنا يسافران وكذا تسافران فيل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. وقد رأيت أن الفيل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخلاف كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ألف الاثنتين نهو الهندان تسافران غدا، ونهو أنتما يا هندان تسافران غدا، فتسافران في المثالين فيل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفيل المضارع المسند إلى ألف الاثنين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء دلالة على تأنيث الفاعل، سواء كان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخادما كالمثال الثاني. وأما المسند إلى واو الجماعة فنهو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، ونهو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم، فيقومون ومثله تقومون فيل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون. ومنه تعلم أن الفيل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للغيبة للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة فنهو أنت يا هند تعرفين واجبك، فتعرفين فيل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنث المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ولا يكون الفيل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفاعل. فتلخص لك أن المسند إلى ألف يكون مبدوءا بالتاء والياء، والمسند إلى الواو يكون مبدوءا بالتاء والياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأفعال الأمثلة الخمسة. إذن انتهينا من هذا الموضع الذي يكون فيه هذا الموضع الذي يكون فيه الفيل معربا بالنون في موضع واحد وهي الأسماء الخمسة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما